أغرب 10 وجبات تقدم في المطاعم حول العالم. واحد، العناكب المقلية، ودي من أغرب المأكولات المنتشرة في دولة كمبوديا. 2، كافيار الحشرات، واللي تعتبر من الأطباق الرئيسية في المطاعم المكسيكية. 3، طبق عيون سمك التونة. 4، طبق الهجيس، وده الطبق الرسمي في اسكتلندا. حبة كبيرة من السجق مصنوعة من رئتي وقلب وكبد الغنم. 5، ملحقات البقر، وده طبق تقليدي في كل الدول العربية. 6، خصية الصور الشاب، والطبق ده منتشر جدا في الغرب الامريكي. 7، دماغ البقر المشوي، ودي من الاطباق المشهورة في ولاية انديانا الامريكية. 8، سمكة البينج يانج، سمكة بيتم شويها على النار وهي حية، نصها حي ونصها مقلي. 9، حساء عش الطيور، طبق شوربة بكامل محتويات عش الطيور. 10، الروبيان او الجمبري الحي، طبق صيني بياكلوا الروبيان وهو على قيد الحياة عادي. عديها يا عزيز المصليك.